بالنسبة عندنا احنا هسه أول شيء عندنا مقاطعة جزرة خنياط اللي تربط بالنسبة بالألف دونم، وتليها بعدها جزرة حجي حسين تربط بالألف وكسور دونم. عندك منا أخوة دبية هم تربط بالألف وكسور إلى حد ناحية الكفل. ناس تتعب بالنسبة على هاي زراعة التين، تزرع منطقة بني مسلم حدود 5000 دونم أو أكثر، تسوق من البصرة إلى حد تقول هاي سليمانية وأربيل، نسوق تين سنويا إلها. من تجي بالنسبة لها لأشجار التين من هذا المرض مالتها من الأزمة، تجي الوزنة الكيماوي سعرها 250 ألف إلى 220 ألف، هذا الداب. تجي للسماد الأبيض 150 ألف دينار. بالنسبة للدولة أي معونة للفلاح ماكو، أي مساعدة ماكو، ما تساعد لا بالنسبة للأدوية لا بالنسبة لأي علاج للزرع ماكو، حتى بالنسبة كشوفات للزرع ما حد يطلع. وإحنا بالنسبة للتسويق النسبة الأولى لمحافظة بابل. تجي هسه إحنا واقفين على ضفاف شط الفرات، شوف المي ايش قد متعلي علينا. اخر شيء اجوا عانوا بينا المعاناه الى سده الفرات، سدوا المي علينا، وهاي شوفها قدامك طلع الري واجى سد المي علينا. وهسه الشجر مال التين تعال شوف هذا التين قبالك، شوفه هسه بس رامي وصار اسود من العطش مالته وانكتل. زين المن تراجع اليا دوله، ما حد قاعد يساعدك ولا واحد ينتبه لك. تمشي كل ما تقول له يقطعون المي علينا تروح للناحيه يقول لك انا مو يمي، تروح للرأي قال لك أنا مو يمي من بغداد اللجنة إجت. زين المن تروح المن تلتقي بعد، فهاي المعاناة اللي قاعد يشوفها الفلاح. زين أنا عندي بالألف دونم إلية، زين هاي شنو وين أروح لها؟ بالنسبة إلية من سدة والماي المن أشتكي المن أقول؟ راجعت الوزارة وراجعت الدنيا يقول لك إحنا مخصصة إنها تنسد البابيات. زين إذا تنسد البابيات هذا الشط الفرات المن مية لعاد، وأنت شوف المي إيش قد متعلي على السدة هسه وسادين البوري مالتي. هي صارت حرب بالنسبة عندنا هنا مقاطعة تقريبا بيها 25 دونم، هاي كل سنة أزرعها أنا شلب ومن بعد الشلب أزرعها حنطة، هاي حاربونا عليها صار سنتين. القطعة هاي من بعد الشلبات أنا سويها حنطات فثبتوا علي غرامة هاي السنة أنا اللي سلمتها للدولة، سلمت للدولة 1,110,000 دينار. والله شنو أنا مسوي لي شلبات وحنطات، زين أنا شلبات والحنطات شنو ماخذني اللي ماكلين لو ماخذني مسلم للدولة على وشتها هالغرامة. عندك هاي الفتحة، هاي الفتحة صارت عليها حرب. والله شنو عندنا أهلنا وقرايبنا اللي مجاورين الجدول ما عندهم مي، بالنسبة جابوا أمر من المحافظ وجابوا كتاب وكروا النهر، والله شنو مية طلعت للجدول صارت حرب عليها. يا بت ليش تسد الفتحة؟ يا بت من قال لك تطي مي اللي هناك؟ يا بت مي اللي هناك أنا شنو أطي مي؟ أنا أطي مي ليش يعني؟ مو هاي العالم كاتل العطيش، هذا مو تين هذا مو زرع. يعني هسه أقل فلاح أقل فلاح جايب سلفة 15-20 مليون، زين هاي ال 15-20 مليون منين يفكها؟ أنا بس أسأل أي موظف، أي موظف هسه إذا ينقطع راتبه، إذا ينقطع راتبه شو راح يسوي؟ مو يصبح من الصبح مظاهرات يتظاهر؟ زين هذا الفلاح وين يطوي وجهه؟ لعد هو عايش على هذين التينات والخيارات والبانيات، اكو غيرهن؟ عنده راتب؟ لا راتب رعايه، لا موظف، هو عايش على هذين التينات والصراويات والبانيات، غيرهن ماكو. زين انتم هالحرب هاي اللي صارت ويا الفلاح شنو؟ زين انا مجاورني شط الفرات وهذا المي يشوفه انت بعينك. انت كل ساعه وجيت جبت الحفاره وسديت النهر ليش؟ ليش تسد النهر عليه؟ زين وهاي الفلاح انت تشوفها من تمه مقابيلك انت هنا، هاي كلها مجموعه. ولا تريد بعد اجيب لك انا اول امبارح هنا كانوا قالوا يابا انت شنو تريده؟ نروح نتظاهر بالحله، نتظاهر بالحله، نتظاهر بالشفيل يا مدير الري، نتظاهر يا مدير الري. قلت لهم عم طولنا مجال خلينا نشوف الحل شنو هو. زين شويه يعني انا اقول لك ساهمنا شيخ اسعد قال يابا انا اعينكم انا اشوف مدير الري وانا افتح لكم الفتحه. انا اقول لك خابرني خابر اخوي ابو علي قال له الفتحه افتحها، تيجي تحطون البوري تحطون البوري تدفعون الفتحه وانا اجقف وياكم. ما شفت واحد يجي، هاي الفتحة صار لها تقريبا شهرين مسدودة. أخاطب مدير الري يقول أنا مو بيدي، روح لبغداد، روح للحلة. شنو روح لبغداد؟ لا عاد أنت شنو أنت مو تمثل هنا؟ أنت مو تمثل ناحية؟ زين أنت مو تمثل ناحية؟ أنت غير شوف هذا الزرع تعال أنت طب لي جوا. هاي 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 حقول مالتين، حقول مالتين انتهت انبادت. شنو شنو ذنب هاي العالم؟ وين تروح؟ بمن تعيش؟ هو اللي من يعيش بهن بالشتاء. لو يصير عنده مريض، لو عنده فرشية. هاي هاي اولها وهاي تاليها، حروب على مود هاي الميه.
والله تدري انت بالنسبه للفلاح هو في حاله يرثى لها بالنسبه بكل عموم الفلاح. الماي تدري الماي ماكو السماد المبيدات عندك علم. بالنسبه لاشجار التين هو هاي المناطق، هاي المناطق هذه اللي هي بال 10000 دونم نريد نقول 8000 هاي عايشه على التين، يعني شويه بمصدر نادر وسعره حلو عايشه عليه. من ينتهي التين شجره التين مو شجره، كون يسمعني الوزير هسه شاحكي، شجره التين مو شجره بانيه وازرعها ثاني سنه، شجره التين عمرها 20 سنه. من هسه تقطع الماي عنها شهر راح تموت. مو سهله اعادتها. مو سهله تنعاد وتنزرع. يعني 20 سنه عمرها، تجي انت بشهر شحت ماي تموت. يعني هذا هذا من من هذا هذا النوع والحاصل هذا من ينقطع من ينقرض هذا مو سهل. هذا مو حنطه او 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 شعير او او باميه او لوبيا وخلى موسم عبر، ثاني سنه لا يجي الخير تزرع. هذا من راح ينتهي؟ راح ينتهي ينقرض. اشجار راح تموت. وهذا الجو الحار لا ما تشربه بهال 30 يوم. تشرب مي تموت. احنا طالبين هال 30 يوم يستثنون المراشنه ويسوون لنا مراشنه هسه هم كل 10 ايام 5 ساعات نريدهم يفتحونها شهر مستمره. المواطير الغاز. غاز ماكو. ما سلم الدوله غاز. ثانيا الكهرباء. كهرباء تنقطع 5 ساعات تدويها نص ساعه. ماكو كهرباء عندنا هسه، احنا حاليا ماكو. احنا كنا معتمدين على الكهرباء. هسه النوب حاربونا على الغاز. شالوا المواطير هاي تشوفها قدامك، شالوها شمروها، هاي الصوندات هنا ذبوهن، قطموا المواطير ذبوها بالشط. حاليا كل شيء ما خلوا عندنا، ما خلوا، حاربونا محاربه كامله. دوله ما ادري على الفقير، بس ضد الفقير جايه. ما نعرف يعني هسه المواطن شو مسوي لها ما نعرف. ما ماكو، قلت له العطش، قلت له زرع مات. كل شيء ما محصلين هسه احنا، لا كهرباء لا غاز لا كيمياوي، كل شيء ماكو. هذا زرع مات، هذا هذا هسه ماكو، هذا كله طاح شجر، هذا كله كله مات، الشجر طاح كله انتهى. المرض كتل التين، ولا ولا لا اسمده لا ادويه لا كل شيء ماكو. وهاي المواطير هاي قام يشيل منها بالحفاره ويذب، يعني ما خلوا. هاي الصوندات ماكو دوله، بس ضد الفقير جايه. ما نعرف شو نسوي هسه، الناشد ما نعرف. طبعا عايشين على الله وعلى مزارعنا، لكن احنا شو نقول؟ نقول جايه تجينا معاناه. المعاناه اكثريتها حقيقه ما جاي لا نحصل مساعده من الدوله ولا جاي نحصل مساعده من هاي الامور. شوف ابسط شيء هسه كانت تجي الطيارات تكافح، شوف هذا النخيل انتهى، هاي المزارع انتهت. لكن احنا شو نقول؟ نقول مع كل الاسف على دولتنا. جاي نجي بالأسوأ، اكو امور عندنا قمنا نعاني من عندها. اول شيء من شحة المياه، شوف هاي القاع تصحرت كلها انتهت، هذا النخيل انتهى. شوف لو تطلع هسه بهذيك الاماكن اللي هناك بالمراديه وغير المراديه، حقيقه يعني تشوف يعني ينبكى عليها. ليش؟ لان لا ماي. يعني الناس هسه بحلوقها تريد تشرب ماي بعد ماكو. اثنين شوف هاي مزارعنا هنا اللي كودن مجاورين شط الفرات، شويه كم مزرعه هنا صارت شويه بيها شلون ثمر، والثمر هم ما نجح. ليش ما نجح؟ من قله الاسمده، من قله المبيدات، من قله هوايه اكو امور. لا دعمتنا دوله، لا دعمتنا. يعني ايش تتوقع وزنه الداب ب 250 الف؟ يعني تشيسين كيميائي، شو الذب من عتن؟ ما يذب له نص دونم. زين، مع العلم يعني اللي عنده دونمين اقل شيء الراد لفد مليون دينار يلا يجهزهن ذبه واحده. زين، بينما هو بالموسم يريد له اربع ذبات. زين بالله عليك باربع ملايين شنو محصوله هو؟ شنو محصوله؟ اثنين شوف هاي المبيدات، اجتنا هاي الحشره القشريه. زين بالمزارع هاي مال التين. دورنا لها بكل مكانات، دورنا لها مبيدات ما. هل معقوله عندنا مهندسين وعندنا علم وعندنا عندنا زراعه، يعني هل معقوله ما لقيت لها علاج هاي هاي هاي, هاي الحشره هاي اللي جايه اللي افه؟ الله وكيلك هسه ثمر، يعني انت مالك، انت مزارع مالك نفس تاكله. ليش؟ يعني شوفه كله دم، كله قشريات، كله. فلذلك احنا نقول نطالب الدوله، نطالب الحكومه، نطالب كل مسؤول
بالزراعة أو غير بالزراعة أو 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 يعني بكل الدولة، نقول لهم ادعموا الفلاح، لأن الفلاح قطاع، والقطاع هو قطاع زراعي، يفيد المجتمع، يفيد الموظف، يفيد الشعب، يفيد كل إنسان. ليش؟ لأن إحنا هسه جاي، هسه شوف عندنا هسه هاي مزارعنا، جاي نصدر تيل للبصرة، للسماوة، للناصرية، عرفت، للديوانية، ترجع بغداد، ترجع للكركوك، يعني الرمادي، يعني كل المحافظات. زين، فليش أقول إن يعني هيك يعني مسحوقين إحنا من قبل من قبل الدولة؟ دولة اليوم إحنا نقول ما عندها أي هامية للفلاح، أي هامية للشعب، أي هامية لكل مكان. والله احنا حالنا يوم عن يوم الأسوأ، احنا نريد الخير بس الأسوأ صار. اول وحدة نجي للمياه اللي موجود، احنا ما نحكي بس عنه، احنا نحكي على كل فلاحين العراق من الموصل للبصرة، مو صحيح؟ يعني هسه احنا تقريبا يعني الفرات الأوساط افضل من المحافظات الجنوبية، محافظات جنوبية تعذت يعني للشراب ما عندهم. زين، هل معقولة يعني هذا الدولة وعظمتها ما تقدر تعالج هذا الموضوع؟ ما أعتقد ما أقدر تعالج الدولة. زين، أترك هسه هذا مسألة المياه، نجي للكهرباء. يعني إحنا هالكهرباء نعاني منها، وطلع الشعب العراقي على مظاهرات وأوعدوا الحكومة العراقية أوعدته، وراح يابا تجي شركات من الصين، وراح تجي شركات من بريطانيا، وراح تجي من أمريكا، وهذا كله ما له صحة. هسه هذني الأيام اللي موجودات، احنا نريد نناشد الحكومة، نريد نناشدهم. يعني هذا هسه الشعب العراقي، هاي الأطفال، هاي النساء، هاي كبار السن، شنو ذنبها يعني كهرباء ماكو وتعالج بنفسها؟ كل شيء ماكو، احنا قاعدين على الطاله بطاله، اي وسيله ما عندنا، رواتب ماكو، تقاعد ماكو، كل شيء ما عندنا. يعني كل شيء ناشد دوله رئيس الوزراء يعني شويه ينظرون لها الشعب هذا، ينظرون للطبقه الفلاحيه، هي فقيره بالعراق، يعني افقر شيء هي الفلاحين بالعراق، ما لهم دعم. يعني هسه تجي للاسمده الكيماويه الطن مليونين، زين انا منين اجيب مليونين وادعم هاي الزراعه؟ مي مقطوع ما عندنا، غاز ماكو، يعني اسواق سوداء، كهرباء ماكو، ما تجي يعني يوميا، ما تجي لها ساعتين، ساعتين ما تسوي لها تسقي لها 20 دونم او 30 دونم من الزراعه. النخيل انتهى، التين انتهى، ما عندنا غير الله. والله قبل زراعه التين كل جيده وزينه والمي متوفر، واحنا نذكر يعني بالثمانينات المي هنا يصل لهذا الشارع، هاي السداد يصل، وحتى تطلع الحكومه وتطلع مفاريز على يطير المي. هسه مي ماكو، يعني شحت مي ماكو، يعني بالثمانينات احسن من هذا الوقت والحمد لله. يعني ذاك الوقت احنا ما نسال على المي، هذا الكيماوي يجيبونه فله،
هنا يجيبونه يخلونه شيخ كريم خنياب موجود هنا شيخ بن مسلم العام الكيماوي وروح نترس قوان ونجي فله هسه نروح يقول لك الوزن 200 يعني الطن مليونين هذا الزراعة ماكو والله صحيح عن الزراعة انتهت بدون عن الزراعة احنا ماكو هم هذا هم ارادتهم يقطعون الزراعة على مود يجيبون استيراد بالنسبة للزراعة يا عمي الزراعة بالعراق ماكو بعد يعني انتهت قطعت لان الزراعة مين تصير هي للماي ماي ماكو دعم الزراعة ماكو زين هسه احنا دعينا من الدعم دعينا ما لنا علاقة به دعم احنا جاي ندعم من جوبنا ونكر النهران من جوبنا بس الماي ماكو ما موجود زين ابو الراي يقول انا هذا الامر من بغداد من الوزير امر وزاري انا لازم اسد النهران مالتكم واشير المواطير زين من شال المواطير واحنا هنا تدرون بينا بالنسبه للمناطق بنا مسلم احنا زراعتنا كلتين عندنا اكثر من اقول لك الى انجرها اكثر من 1000 وشويه دونم هذا كلتين مغذي العراق هذا كله راح تلف انا جاي اقول لك تلف هذا انتهى يعني ماكو بعد زراعه مالتين ماكو انتهى لا أغلق. مناطق نخيه هاي هي بن مسلم جدوع والعيسى وحتى منطقه الحسينيه والنعيميه منطقه كبيره جدا على فتحه من الشط يعني والفتحه يعني امتدادها حوالي 25 كيلومتر انسدد من قبل شهرين الى 3 اشهر يراشنون مراشنه وماكو التزام بالمراشنه منين من قبل مثل الجهات اللي تسدها يسد لي الفتحه 5-6 ايام يهد ليها يوم واحد انا عندي مزارع اللي على الفتحه حوالي 5000 الى 6000 يجوز 3000 دونم اللي يعيش على هذه النباتات المثمرة اللي هي العنب والتين والنخل وهاي تحتاج طبعا ماي وزار الوزير الري زار محافظة بابل وقال محافظة بابل بها نخيل بها اشجار مثمرة وتحتاج ماي وتحتاج من حصة بابل اللي يعطونها الماي خاصة هاي المناطق المثمرة المناطق اللي هي يعيش عليها اكثر من 15000 حوالي اكثر من 15-20000 علما على التين والعنب والنخيل التين هذا اليوم مو اصبح عراقي اصبح عالم عرفت شلون فيتصدر وين للبصره حاليا العماره يعني داخل العراق الموصل البصره الناصريه السماوه كل اهل الجنوب واهل الشمال اليوم اصبحوا منطقتنا ياخذون هذا ثمر التين وتاجرون به للمحافظات اذا المستفاد من عنده شنو الفلاح والسائق السياره والبقال اللي يشتري ويبيع والمواطن اللي يروح بالتعليب يسوونه شنو مربى وازيد يعني استفادوا من عده شجره التين واضافه للنخيل اللي محافظه بابل تعرف تعد من المحافظات الاولى بالعراق بالنخيل. نشكر قناتكم الموقرة لتواجدها ضمن هذه الناس الفقراء المظلومين العطشانين ونشكر جهودكم لنقل معاناتنا إلى بعض المسؤولين أني المختار منطقة المرادية أنا المحدد منطقة المرادية بس أعتبر مختار منطقة ناحية الشفل كلها ليش لأن أنا النهار كله أركض أجال لأجل معاناة العالم وبالنسبة قضيتنا قضية يعني تعبانة احنا عندنا هذه الفتحة تأسست قبل 20 سنة وكانت مبالغها وكلها منجزاتها علينا خاصة على نفقتنا الخاصة والسعى بها الشيخ علي عبد الدين معروض الله يرحمه وهي تعتبر صدقة جارية له فإحنا من بدينا بهذه الفتحة تقريبا عليها 4000 عائلة 4000 عائلة عليها عايشة على هذا العالم ومثل ما ذكروا قبلي إن هاي المنطقة مشهورة بزراعة التين أكثر شيء
وهذه مشات التين، هذه مشات مو شجره عاديه ما سنه وشهر جسمه، اذا رادت تموت 10 سنوات يلا تعيد نشاطها. وبالنسبه لقضيتنا قضيه يعني متعبه، يعني عانينا ما عانينا، صار لنا اكثر من 4 أشهر انا بالنسبه لي اركض انا والجماعه المخصوصين وياي، يلا وصلنا لهاي النتيجه اللي انتم حضرتوها اليوم. دمرنا ابو الموارد المائيه، يجي هنا يوقف على الفتحه يفتحها يوم ويسدها 5 أيام، من يفتحها يوم هاي الانهر عطشان العالم، تيجي تطب الانهر ما يوصل، اكو عالم كيلو كيلو، وين احنا نبعد كيلو وين 3 كيلوات عن الفتحه، يجي واقف هنا يسدها يفتحها لنا يوم ويسدها 5 أيام، 5 أيام المصير سبيح غسول للحلال المصير للتين، احنا عندنا من سنه لسنه عندنا شهر زمان، شهر ماري الشهر خلي يفتحها هسه يسدها يوم ما يفتحها 3 أيام هم رحم الله وديه، هو قاعد على التبريد وما يدري العالم هنا، الكيماوي غالي، الدويات غاليه، السماد غالي، الحوش كل هذا الحوش يعني هين علينا مو هين عمي، تروح لابو الكيماوي وزنه كيماوي 200 الف يعني جاب لنا كيماوي قال هذا كيماوي الوزن ب 50 يريد يقول وهذا مفركهم ماي، واحد حاكي عليهم ما حد يحكي عليهم عمي، بس هو لا نايم بالدائره ويودي الى 4 5 روح سد الفتحه وحفارته وجاب له دوريه، شو تقول؟ تقول الله 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 ان شاء الله يعوض. هو هي الخبزه تبعها وش تسوي عاد نريد نعيش، ما ماكو غير الفلاح ننطر وين ما كان نروح. وحال الظلام حالنا والله العظيم ما اعرف نحفر برايم، ما نحفر برايم ماي ملح. اريد هسه ماي نشرب ماكو، والله ما اريد زراعه. ماي نشرب ماكو، اساله ماكو. متبهذلين احنا وعوايلنا. الله شاهد. نحفر 15 متر وتطلع مالحه. مليون مليون ونص نخسر عليها. بس الحجي. نخسر على البريمه مليون مليون ونص، اخر شيء تطلع مالحه انطمها. هسه حتى بعد سبح ما عندنا نسبح والله ماكو. الله شاهد. نشتري ماي الار وهذا ابو ستوته نشتري ب 7008. تبهذلنا. شو يعيش ما الزراعه انتهت. الزراعه انتهت كل شيء ماكو، اذا ماكو ماي ماكو الفلاح كل شيء ما يقدر يزرع. والله حجي تأذينا كلش يعني اخي تأذينا، وبالاخص يعني هاي المنطقه تعتمد على الزراعه يعني وعلى محصول التين فقط يعني لا غيره، ما نزرع غير شيء، هو هذا محصول سنوي والتين ما يتعوض، مو تقول موسم يعني انت هسه بستان التين 10 سنوات ما يصير، يعني انت ممكن تكتله بشهر واحد تقطع المي عنه يموت، بس ما تقدر تعيده ال10 سنوات من تريد تعيده، يعني مو سهل تعيده، هو موسم مثل تقول مثل مخضر يعني السنه الزرعه ولا ما صار سنه الاخرى تعيده، هذا ما ينعاد، يعني من تكتله بعد 10 سنوات انت ما تقدر تسوي البستان. هاي نقطه، نقطه ثانيه موش الزراعه والتين وبس. عوائل هناك اسايل ما عندها يعني اسايل هو للبيت ما عنده مي، هو معتمد على مي هذه من ما وصلت تشوفهم سياراتهم ويترسون خزانات منا من الشطيجون بالمواطير يترسون، يعني تبهذلنا في شغله زين. المنسوب البشط هسه يعني يكثو خير من الله، العام ما كان هيك منسوب بي اقل من هذا المنسوب الموجود وعايش العالم زين. هم حسته هذه يقول لك عندنا قضيه مراشنه وكذا، المراشنه غير مثل تسويها فرد لجنه تدرسها دراسه تشوف شنو الاراضي الموجوده على هذا الفتحه ايش قد يلا يكفيها، انت موش من يمك تحكم تقول والله المراشنه لها يوم، اليوم ما توفي 10% ما توفي يعني من الناس من من من, من حقوقها يعني ما يصلها مي، هذا الوقت مال الرشن اللي جاي ينطونه هم، يعني لو ما ينطوا افضل لانه جاي ينطونه حتى مشاكل جاي يصير من ينطونه هذا اليوم، ما تطلع لهم ميه ما تمشي لها 500 متر وتشوف العالم متكارب عليها وكل من باقيه بدون ماكو فائده. والله اثر علي على الفلاح، اثر على الطبقه الفقيره، يعني دمر الفلاح، دمر احنا هذه هاي مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الحكومه هي لازم تنظر على هذا الشيء، هذا مو مسؤوليه الفلاح، الفلاح ترى مسكين يريد ماي. ما اخو مو هو اللي يعرف يتداخل بهاي الامور ويعرف هو يسوي هاي حلول يجد لها، هاي يكون مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المسؤولين اصحاب القرار هم اللي يحلون هاي القضيه ويرفعون هالمعضله عن الفلاح.
والله هنا بالنسبه للشباب ما عندها فرص عمل، يعني هي مستارثتها ابائهم كانوا في الاليح وهم يعني يستغلون مهنه ابائهم الاغلبيه، يعني هم في الاليح، وهنا بني مسلم مشهوره، هي مشهوره بزراعه التين، فاذا انقطع عليهم الماء اكيد بساتينهم راح تهجر، وبعد ما عندهم وسيله عمل يعني يلتجون ليها المكان هاي، اكيد راح ينطرون يعني شو يسوون بعد. والله الاراضي الزراعيه هسه هنا على هذا القرار هسه اللي متخذينه الموارد المائيه، وهي هسه بخصوص هاي الفتحه هسه مالتنا، اذا يبقى الحال هيك راح تموت الاراضي وتموت، حتى تهجر يعني سكن يتهجر، لان هسه العالم حلالها وقف مات يعني عطش، بساتينها بساتين صار الضحيه، يعني اكو بساتين صار الضحيه هواي، والناس هي عايشه على الله على هاي البساتين مالتها مال التين، صار الضحيه بها يعني مات تينها كله، بعد وين تروح؟ شحة المياه أثرت علينا سلبا في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وإحنا كمحافظة بابل قضاء الكفل إحنا يعني عندنا هو التين، مشهورين بالتين من ناحية الإنتاج والتصدير إلى محافظات العراق، ويعني أريد أقول لك إلى خارج القطر، فأثرت علينا شحة المياه ب عفوا يعني نقول تدهور الشجرة أو الهرش مال التين، وأدى إلى ضعف النمو والإنتاج أصبح قليل مو مثل باقي السنين يعني، وبنفس الوقت هذا يؤثر سلبا على تدهور الأمن الغذائي ومصدر معيشة الفلاح اللي هو مصدر قوته ومصدر رزق عياله نقول او اطفاله، ومو بس الاشجار يعني حتى الاراضي عندنا تقريبا انتركت انهملت بسبب عدم وجود الماء، ظلت متروكه يعني لا زراعه السنه ولا وصلناها، وموجوده قبالكم تقدرون تشوفوها، يعني هاي احتمال يؤدي الى هجره الفلاح وترك الاراضي، هاجر المدينه يدور عمل يريد يعيش، وين يروح يعني؟ لأنه ما يقعد هناش ياكل بمن يعيش، فهو قلت لك هي مصدر رزقه ومصدر قوته انه هي الفلاح، يعني من يزرع المخضرات بنفس الوقت هو يسترزق من عدن وياكل من عدن بنفس الوقت يعني، فاحنا من سنه لسنه احنا بننتظر هذا التين، فانتوا قدام عيونكم واحنا نشكركم. والله احنا هنا عندنا موسم التين، تدري انت موسم التين متواجد التين بس بني مسلم ناحيه الكفل، احنا منطقه بني مسلم ناحيه الكفل، فاثر علينا الماي والتين هسه انتهى يعني موسمه راح، زين الناشد اشتكينا وزير الري مدير الري المحافظ، وكون تشوف التين هسه زين احنا في الاليح ما عندنا غير التينات بالنسبه لمنطقه بني مسلم، زين والان الماي شحه واكو ماي موجود بس قطعوه علينا المنافذ كلها قطعوها، يابا بس نجولنا التينات هذا الموسم، وهاي المحافظات كلها تتمون بهذا الموسم من التينات، كل الناس كل اللي يجون هسه هنا على وعدنا هنا يعني المحافظات كلها هي تاخذ من بني مسلم تتسوق من بني مسلم، زين احنا اصبحنا هسه الناشد يجيها النقله لا مسؤولي فيه لا محافظ، هسه الدور سدوا النفوذ مال المياه سدوهم، يقول شحت مياه الريد الماي ينحدر يصل لغاد للمحافظات ذيك الغادي، احنا زين موسم هذا التينات عايشات على الماي، تينايه كل شيء الباي تريد ماي يوم وثاني يوم ما تنقطع تريد ماي، زين انت ما يخالف صحيح الطينه طينه حصه طينه مراشل، زين احنا الناشد نقل المن الناس يزعل العالم، زين هاي القاع بورت لو هاي القاع هسه هاي نريد نزرعها نزرعها غير التينات، هذا يزرع الاذرات هم موسم اذرات
هاي هسه مكروبه معدله خسرنا عليها. ها شوف ايش كثر خساره كراب وتعديل، والان هسه ماكو. وهاي الماكينه البكر شوفتها تكره وماي ماكو. هاي هسه تكره وفلوس ويوميه ونضخ فلوس وماكو ماي. الماي موجود بالشط، الماي اكو ماي بالشط، لكن قطعوه سدوه. هسه احنا ما نقول لك افتح لنا ماي وعطش الناس، لا، هم الناس تريد ماي، الشرجينة ذيك النواحي الأقضية، لكن الطينة طينة رشل. ليش قافل البابية قافلها سادة؟ ليش طينة رشل؟ حتى الناس تين مات، مات والله. احنا قريبين على الشط، احنا هذا الشط صفنا ومات. روح شوف بني مسلم، روح شوف هالجدوع خفاجة، هاي انتهت، هاي مجاورتنا، مجاورة إن. فلوس بفلوس زين بدل، الله وكيلك، نشيل النحوش نروح نوديه لابو المحل، لابو الكيماوي، لابو الادويه، الله وكيلك. هذا ابو الكيماوي هسه يطلب لنا لحد الان يمكن مليونين. والله العظيم مليونين، المليونين هذا كثير كله مات. مسؤوليه من هذا؟ مسؤوليه الموارد المائيه ياهو، ابو تشيفيل، ابو الحله، ابو الحله تروح لقلك ابو تشيفيل، ابو تشيفيل تروح لقلك ابو الحله، وظل يلحن هذا بينها براس هذا براس هذا. شو نسوي؟ عم ملينا والله ملينا، وهذا اللي ما يشوفه بعينك انت. هذا اللي ما يشوفونه، اكو ماي لو ماكو ماي عمي. احشتوا ماكو ماي لو ماكو خير من الله الماي عمي وسادين علينا. يعني يجي يفتح يوم ويسدها خمس ايام الله يرضاها؟ لا يا خمس ايام ما يصير، والله ما يصير يا اخوي. ملينا 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 عمي، عمي ما يكفي. يعني لا اقول لك لا الحلال ما يكفي له، الله وكيلك حلال ما يكفي له. يعني العالم جاي تجيب ستوتات وتترس مي منها وتمشي، جاي تترس على ظهرتها وتمشي. يعني اكو مناطق جوا عندنا جدوع على البغزال ذولا اكو من عندهم شالوا مالت الله، شالوا اكو من عندهم. يعني هجرة العالم، هجرة للعطش، وتروح وتشوفها ماكو حماده. مسؤولية من؟ مسؤولية ذولا هم اللي يسدون بالمي، والمي خير من الله هذا. خلي يفتحها قياس، لا يفتحها واي، خلي يفتحها قياس. هذا اللي بالبداية راح يكمل. الأخير يوصل مية. لو يفتحها أو بالبداية سحبها ظل الأخير. يعني من سنة سنة على مو شهر زمان ما يفتح لنا. وهذه شيحة المياه، أنا ما أقول لك هي جديدة علينا، لا. شيحة المياه جتنا بالثمانينات وكنت الزرع كثر علينا من عندنا، ورجع رد المي وجابتها الدولة، راحت الدولة تفاوضت ويا تركيا وجهدونا المي. بالتسعينات أيضا كذلك شيحة الماء هم كتت لنا وراحت الدولة تفاوضت وجابت المي. هسه حاليا هم شيحة قوية جدا خاصة نهر الفرات. طبعا أطالب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان التدخل خاصة على نهر الفرات، وإعطاء حصة نهر الفرات الحصة الكاملة، وخاصة المحافظات، كل محافظة حصتها. ليش؟ خاصة محافظة بابل عندنا، محافظة النجف، محافظة بابل، هن متصلات محافظة بصف محافظة. الاثنين المحافظتين يزرعون، اللي ذاك يزرع شرب عرفت، ويزرع عنده نخيل، ومحافظة بابل تزرع هو التين والنخل والعنب والإضافة للمخاضير، أضافة لعلوتين عندنا احنا هنا حاليا في نفس المنطقة. علوتين مزارع ضخمة، يعني من عندها الخيار والبامية ومزارع التين والعنب والنخيل عرفت. فنطالب رئاسة الوزراء مرة ثانية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان التدخل الفوري نهر الفرات وزيادة حصة المياه بنهر الفرات على ما على حساب ما ينكتل هذه النباتات وحرامات تنكتل، لأن عمرها أكثر من 50 سنة. يعني أنا من وعيت عند أبوي تينات ولسه أنا عايش عليهن ورثة صار، وأنا عندي تينات من قبل 30 سنة، وهم راح أخلي إن شاء الله نظل ورثة لابني زين. لكن تون خلال شهر شهرين أنا شنو فايدتي؟ لا، خاصة إحنا هاي قبيلة بني مسلم ما عندها أي زراعة غير مجرد التينات. تينات إذا هي هسه والله شحت المياه بكل القطر ممكن، بس لازم تكون مراعاة. هذا موسم واحنا بصف الشط، مو تقول احنا بالاهوار ولا ماي قليل، احنا بصف الشط يجون يسدون الفتحة. وهاي حدائق كل حديقة تلزم لها بالاقل يعني فد 30 40 مليون. زين، اذا يقطع المويه عليها يجي يسدها منا، والله بالاسبوع يعطيها يوم وساد الفتحات هاي. عندنا حدائق هسه ذبلت وانتهت. تين هسه اهل قصار والورقه ذبلت وانتهى، يعني ما بي اي فائده. قاموا يعطونا ماي من البزول، البزول مالحه اثر عليه من لوحه المياه مال البزول. البزول من شلون هو سقط الشجره، حتى التوت الشجره التوت، يعني ممكن بس موسم هاي السنه هاي الشجره اللي اخذت مي مالح ممكن تموت.
عندنا حدائق ابو سماده، عندنا حدائق هاي منا الجدوع وبني مسلم باكملها هسه تلفت. فتحه يجون يسدونها يطوها يوم 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 ما يصل ما نص الطريق ينقطع ما يكفي لانه هو الشط مو متروس حتى. بالنسبه لهاي الحدائق ممكن هاي القريبه تحصلها شويه ماي بس هم ما طل هم كرين وفتحات ومتاعب كلش يعني ما تتوقع. مراشنا يطوها يوم بالاسبوع هاي المي يروح له 5 كيلوات يصل او 6 كيلوات يصل اليوم الواحد. وهاي كل بدعه هي نهر هي جدول من كيفها. ماكو اي مراعاه للفلاح ماكو. معانات كلش قويه وتعبان الفلاح خاصه احنا هاي اللي قريبه لنا. بالله هسه ارض الشلب ما يهمه اذا زرع السنه ولا سنة الاخرى، بس هاي الشجره من تموت بعد تنعاد هي عمرها 20 سنه؟ ترد النوب تزرع انت 20 سنه تصير شجره؟ وهذا التين هو على مستوى العراق كله من السليمانيه للبصره كلها هو تستورد منها. وهاي العلوه مالتنا هنا دروع شوف وارد السنه كل سنه وارد مو طبيعي والله. تلقى شارع مسدود وشرطه يلا تفتح الشارع. السنه سيارات معدوده متاعب يعني تعبت هاي الناس كلها بسبب الماء. الدول كلها ما كتير دول المجاوره هسه الدول المجاوره الدول العربيه ما عدت التينات هنا. وهذا ثمر بالقران نوجد موجود بالقران. وهذا هسه موجود ليش ما يشرب ماء زين؟ الماي نقول شحه هو شحه على العراق، لكن الدوله هي مسؤوله، هي مسؤوله عن الفلاح، مسؤوله عن المواطن، عن الماي. ماي ماكو وين تروح العالم وين تروح؟ وين تروح؟ غير تنادي الدوله غير تستجب بالدوله زين. لا ماي ماكو وين يشوف؟ مات التين هذا. وهذا التين تدري كل 24 يلا انشت له يلا يصير يلا يصير تين. عيوننا هاي عيوننا شوف الدمع من التعب والخسائر يلا يصير تين زين. خلال صباح وضحاه يموت التين. كل بكشه والله تلزم لها 40 30 مليون البكشه ماتت هسه. يعني الناشد من صح انت هسه اجيت والتقيت بيا وعلى راسي واهلا وسهلا بيك وبقناتك، ولكن احنا شو نقول؟ نقول نريد لنا شخص يسمعنا، نريد لنا انسان يسمعنا، فماكو انسان يسمعنا يا اخي والله ملينا، يعني والله العظيم انا واحد من الناس الصعدت الدوله ونزلت الدوله اقول ان هاي الدوله فاشله. فاشله، ليش فاشله؟ ما عندها اي انجازات، كلها كذب ومواعيد كاذبه وامور كلش اقول لك يعني والله فشلونه والله فشلونه والله العظيم. ليش فشلونه؟ ما عندهم مصداقيه. لو عندهم مصداقيه حقيقه والله العظيم احطهم على راسي. هم اخوتنا، شوف من ابناء الشيعه وابناء السنه، وهي ترى افضل اكثر شيء هي الشيعه والسنه اللي لازم الحكومه. ليش اقول ان هيك؟ ليش هيك يعني نقول احنا نرجع نقول بذاك الزمان هسه قلنا نظام طاغي نظام، بس عمي ما معقوله يعني نريد نقول ذاك الزمان عادوا الشيعة ذاك الزمان، بس هي طلعت كذب. ليش كذب؟ لان ذاك الزمان هذاك الزمان اجانا أسوأ من عنده هسه. مالات ابن اخوي احنا مالاتنا 10 هذول بس 60 ديره